يا 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 ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير اقوى 100 مرة احمد دب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكاتي على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل ان الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي واد صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير Objection 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 Yeah I really love this country like a fat kid loves the cake And I'll be then your older, please just give yourself a break You can't even battle me one-on-one, Mr. Fake My rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع جزرة وقطمها جحش يبقى يا كبير لو جمعنا اسهم شركه الامير للاساتك البني وشركه مين للحلاوه شوف يبقى توتال في البيان توتال ايه وبيان ايه وايه الاساتك البني دي انا ما فهمش منك حاجه ما فهمتش ليه ليه ما فهمتش ده بقى لي ساعه عمال اشرح تجنيت ياد تعالي حسك عليه طب ايه قولك عادي انك هتعاود تشرح من الاول من الاول من الاول يا اما همسكك السلك عريان حاضر حاضر بس يا ريت يا كبير تركز معايا انجز الكبير قوي الله يرحمه جالنا الشركة من 5 سنين وفتح حساب علشان يشغل فلوسه في البورصة واشترط ان الحساب ده لازم يكون سري وباسم مستعار والاسم عاشق السكس يعني هي زمزجت معاكو ما لقيتوش الا الاسم اللي كله إيحاءات ده لا ما هو حضرتك هو اللي مختاره يعني وكان عاجبه جدا العميل اللي بيختار الاسم مال مال الله يكسفك كابوي كمل الكبير قوي اشترى اسهم في البورصه وبدات الاسهم دي تزيد سنه ورا سنه لحد ما اتقطعت اخباره من سنه وما عرفناش عنه حاجه لكن باستعلاماتنا عرفنا ان هو توفي واحنا جايين النهارده علشان عايزين نعرف اذا كنت عايز تبيع الاسهم دي وتاخد فلوس ولا تستمر معانا في الشغل فهمت يا كبير ايوه فهمت فهمت يا خفة الحمد لله الأسهم دي عاملة كام دلوقتي؟ عاملة 6,657,000 جنيه فقط لغير 6 مليون جنيه؟ أيوة بيع يا خال بس كده هي دي الفلوس لا, لا 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 مش على طول كده يا كبير إن شاء الله تشرفني في المكتب ونعمل شوية إجراءات بسيطة كده وتقبض الفلوس بما إنك الوريث الوحيد للكبير قوي على حسب استعلاماتنا مش كده؟ يعني يعني هي استعلاماتكم يعني اكدت يعني ان انا الوريث الوحيد لكبير قوي طبعا الله ينور الله ينور بنورك بنورك كبير ايوه انا الوريث الوحيد للكبير قوي انا الوريث الوحيد على خيرة الله
وده كارت خاص فيه رقم تلفوني وعنوان الشركه. اسمك بهلول بس مش في اسطنبول. امشي يا خفه امشي. خد تعال هنا خد تعال. وانت بره ما تبقاش ترغي مع الناس ليه؟ مش عشان حاجه، العين قدك ده وعفسه. ماشي يا كبير توكل. فمن الله اسم بهلول. بهلول الاهالي بتسمي الاولاد يعني عشان يوصل لك ده ليه يا فزاع؟ ما هو جوني خذ العموديه وخذ فلوس حلوه مش وحشه. وانا الفلوس دي مش هاخدها ليه يعني، انا يعني حدسها له بس يكبر وينضج ويعرف يصرفها. تعرف الواد ده لو خذ الفلوس دي يعمل بها ايه؟ هيصرفها في الهفق ويصرفها في تبال اهلك من اساسه. بكلمك ليه انا؟ يا غور من وشي. انا جنابي. خد تعال خد تعال. جبت لي الفيلم بتاع افاتار اللي عايز اسهر عليه. كيف ما جنابك امرت، رحت الواد شميس بتاع نادي الفيديو وقلت له الكبير هيقول لك عاوز افاتار. لقيناه بس ما لقيناهش النظارة. وجنابك قلت لي ما تجيبوش الا ومعاه النظارة السريدية. ربنا ما بيديش كل حاجة يا ولدي. بس الواد شميس عطاني التي في دي تي وقال لي الفيلم ده هيعجب الكبير. نوعيته ايه الفيلم ده؟ ما خبرش، كان اسمه هيخربط في بالي. هيقول لك سيف اوف. سيف اوف؟ ده يبقى حربي. ليه يا كبير؟ ده بتاع شنطة رفولتا رقص. جايب لي فيلم رقص اسهر عليه؟ طب كنت جبت شرقي يا اخي. ليه يا كبير؟ الواد شميس هيقول لي جلابك ده مليان اكشن وطح. هيبقى زين زين. خذ ياد حسك عينك حد يعرف اللي حصل هنا، فاهم؟ امن جلابك. ايه هذه النظرات دي يا ياد؟ بصمت لك عينيك خور من وشك. استغفر الله العظيم يا رب. دلوقتي انا ما فهمت حاجه. ده ابو بدله ده يبقى مين؟ الضابط ولا الحرامي؟ ايه يا كبير؟ هو انا كل خمس دقائق هقول لك؟ اسمع وركز. دلوقتي الضابط اللي هو مين؟ طرافولتا. ده ايوه ده. لما مسك الحرامي اللي هو مين؟ نيكولاس كيج، وحب يعرف معلومات عن القنبله اللي زرعها، قام عامل عمليه فيس اوف اللي هي نقل وش بالعربي، وحط وش الحرامي بكان وشه عشان يدخل وسط ناسه ويعرف. قام الحرامي عرف، قام حاطط وش الضابط بكان وشه. بقي مين؟ ايه يا بنت الفيلم الخرفان ده؟ ايه الفيلم الخرفان ده؟ هو في حد ينفع يحط وشه مكان وش حد تاني؟ ايه وش مبايل اياك؟ ايه يا كبير، دول امريكان بيعملوا اي حاجه ولا يعرفوا ينيلوا. قومي يا بنت، قومي يا بنت، حضري لي العبايه الرزي على الجلابيه السمنه. قومي. ليه؟ بكي صالح عندي مشوار مهم بكره. قومي. ماشي. قال يشيل وشه يحطه مكان وشه الثاني، ودوك يشيل قفاه يحطه في باط الثاني. انا ازرق كلام فاضي. Evidence that proves you're you. Okay, so wow, looks like you're gonna be in here for the next 100 years. No, I have got to go. Yeah.
مربربة. Good morning, Johnny. Johnny, morning, man. شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. انت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ انا الكبير. لا انا الكبير. انت جوني بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل لكون مكسر الدوار ده كلات على الفوق. كام داون جوني، كام داون. الامور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى. كيف عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني مين ابن الكلب اللي عمل فينا كده؟ واتش يور ماوث مان. انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل. وانت اللي ابتديت ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو وشته كيف يا ولد ابوي؟ So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عملية مشهورة جدا، اسهل من عملية اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا. هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هادف عندك. لو خطيت خطوه واحده هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. سو وات، ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه يعني، من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسك يا فزاع. يا دي ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسكوا يا فزاع. تقوم مصدق؟ تشهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هديه بعد يا هديه. هديه جوني، سيب الفرفر ده ربني يهديك. بعد يا بنت خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعد لا لا، قربي قربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلتقيش فيها كده. امسك يا فزاع. يا بنت اهبل، يا اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوقتي. ما امسك يا فزاع. تعهدني بيه. استهدي بالله امال. بعدت. تعال معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل. ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدامي يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قعدت حلوه قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يا ده الطقوة، ده خواجة جاي سياحة، سيبوني أنا. وأنت مين اسم الله على مقامك؟ أنا اللي هاخدك وأفسحك في الزنزانة. وأنت اسمك إيه يا عاد؟ أنا الهرم. والله شكلي أعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل. واصل. قسما عظمة، اللي هينزل فيكوا يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي اسقف لي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين.
وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام، خلصي. حاضر يا سيد الناس. مين برضك؟ يلا ادرس. يلا نخرب، يلا نخرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه؟ ايه جوني؟ مالك في ايه؟ صح اني جوني. يلا 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 قول 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 قول. يا جوني أول مرة بوجي. لا أنا مش قادر أفهم أنت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني إحنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على أمريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. أنت من ساعة ما اتقبض عليك والكبير مش شدد الحراسة على الدوار، ولسه لما يعرف إنك هرب. يا جماعة ما هو ما ينفعش. إيه ده؟ إمبوسيبل إمبوسيبل إمبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيتخوك طوالي. نو واي. لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع حد بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، don't be stupid. انت بتقولي مين ستوبد؟ بتقولي مين ستوبد؟ صلي على النبي. في ايه؟ صلي على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول علي فيه مصلحتك. قول له ستوبد ليه طار؟ قول له سوري. جوني سوري بجد، ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز ادخل الدوار تعمل ايه؟ يا جماعه ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معاه الباسبور بتاعي. يعني معاه الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو هاو. صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكره بالانجليزي. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب يا هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ وداخلين بيه فين؟ دي سداده. السدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها؟ وخلصت فجبناها. عدي عدي. سني خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا هقول لك هدية. أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة. أنا الكبير. الكبير؟ ويا اهلي دخلك جوا السجادة. عم باخد شاور، هنهزره. فكيني الأول واحكي لك على كل حاجة. كحرتيني يا بنت، كحرتيني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي. كحرتيني. يا مري. اكتم يا بنت، اكتمي. أنا الكبير اللي معاك في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي. اعمل لي عملية نقل وش. فيس اوف. تعرف ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا مؤاخذة. يا ناس
يا بقرة والله العظيم أنا الكبير يا بنت، أنا الكبير. طب شوفي أنا حسيبك واسأليني عن أي تفاصيل شخصية بيني وبينك، إذا جاوبتك غلط صرخي ولم علي الناس خلاص؟ ها. طب أنا اسمه أمي إيه؟ شموع. طب أكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدرية السيد. طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة تعطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب إحنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا تاريخ جواز شفت عاد؟ اكتم يا بت، اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وأبوكي كلاوي بوزة عشان الجماعة بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا، قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. أقول لك على أمر تاني، لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود، عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة، حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح، بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني؟ يا بنت قلت لك عملية نقل وش؟ أنا أسمع النقل دم، نقل كبد، إنما نقل وش؟ اللي حصل عادي هدية. افتح يا هدية. أنا عمري خبط عليك الباب يا هدية. أنت يا هديرة يا باقرة. طب الدهرة أنت دلوقتي الدهرة. يلا يا بيت. باه بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير ما كنتش سامع حقك علي، كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبدا، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بورصة فتخلعت. أو ماي جود، أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب ايه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي انا جبتها عشان كنت عاوز اغير الديكور. اوكي ماشي انا نازل اندلع، نازل اندلع، لو عوزتي اي حاجة مني اديني مستكول وانا هقابلك في الهول. بقول لك يا كبير، ها مش انا وانا بقلب في الدولاب النهارده لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت اتفرج عليه. اوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقى سيبيه لي عشان اتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوه يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هدية؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية أشوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك كفاية كده. هانت فضلك حقنة كمان وتبقى قفلت ال 12. أبو سيدك كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. أبوس رجلك كفاية حوان. شوف أنت عايز إيه وأنا أعمله لك يا كبير. يعني أنت معترف إني الكبير؟ أيوه والمصحف الشريف أنت الكبير، أنا معترف. شوف أنت عايز إيه وأنا عينيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العملية وغيرت وشوشنا ترجع لي وشي تاني وتسيب جوني من غير وش؟ انا عايز وش في علبه. عينيا هجيب لك وش في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب احنا نزرب. اسمع انت تخليك هنا ووعاك تتحرك، انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا ما اقصدش انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تاهت ولقيناها، يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. على العموم ما تخافش، سيب موضوع الدخول ده علياني. آه.
وقف عندك. دول سدتين كانوا. أنا سألتك؟ أنا سألتك؟ Look at me. بص لي. شوف لي. أنا سألتك؟ نزل السجاجيد. نزل السجاجيد. نزل. افرد. افرد. ما أنت هتشوف ال. Well, well, well. إيه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق إني كنت بدور عليك؟ Oh my God. دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ أشرف، ودي الكلابيب دول على الأوفيس، المكتب، وسيب لي جوني. أنا بحملك المسؤولية كاملة. يا عم اتنين. إيه ده؟ فيزو. شكله هيتغابى وهيتشقى، روح ثبته. ثبته! ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجاده. فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير، وحفضل طول عمرك كبير. طول عمري، ربنا يديك طولة العمر، للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف! موته! أشرف! أنت جنيت ولا إيه؟ هتخري أنا الكبير يا أشرف! اللود موت! عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف! مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم! والله العظيم يا دخو! أنت الكلب بسبب كل المصايب دي! يا مري! هتخلص على مين يا كبير؟ تتكلمك ده ليه ياد؟ انت مين؟ انا مرتك هدية. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع! فينيش هيم. امر جنابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. شنبي، يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا فزاع! إيه يا كبير ها؟ جاية ها؟ الله يخرب بيتك يا طرف ولدي، يا فزاع! جاي يا كبير! أمن جنابك! أنت فزاع ولا هدية؟ العفو يا كبير، فزاع! انطق انطق! أمن جنابك! فزاع! فزاع! اسمع، عاوزك تروح الدوري صحيح من النوم، عندنا معاد مهم في البورصة، خايف نعوقوا على الناس. يمين بالله أنا قلت قلبي جنبك الأبيض، ما حيطوعكش تسرق أخوك. تسرق أخوك؟ يلا يا جحش يا ابن ال. يا خبر أبيض. ده كان حلم صايع جدي. إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب.